مساء الخير على مشاهدي قناة النادي الأهلي. النهاردة في الفقرة الأخيرة من أهلي الليلة بنحتفل لفريق كرة السلة سيدات بالنادي الأهلي، فرقة بحقق إنجازات، محقق بطولات، فعلا فرحونا السنة دي، عملوا إنجازات كتيرة كبيرة جدا، كسبوا تقريبا كل ماتشاتهم ما عدا مباراتين فقط طول السيزون، خسرنا بطولة لكن كسبنا 3 بطولات، كسبنا مرتبط وكسبنا كاس مصر وكسبنا دوري السوبر، ما شاء الله عليهم. والسنة اللي فاتت إنجازات كتيرة جدا برضو لازم نبارك لهم، انهم فعلا مشرفين النادي الاهلي، هم دول لاعبين او لاعبات بالمعنى الاصح، هم دول لاعبات النادي الاهلي، هي دي روح النادي الاهلي، هي دي القيمه بتاعت النادي الاهلي الموجوده في فريق كره السله سيدات. خلينا نرحب بضيوفنا الكبار اللي معانا النهارده. معانا كابتن ايهاب الالفي المدير الفني ورئيس جهاز كره السله سيدات بالنادي الاهلي. كابتن ايهاب الالفي صديقي العزيز، الف مليون مبروك ليك. الله يبارك فيك كابتن خالد، ربنا يخليك. موسم طويل وشاق. الحمد لله رب العالمين. النهارده الموسم خلص، اتكلمنا قبل كده انا وانت في حاجات كتيره، النهارده هتتكلم بصراحه اكتر اكيد، توكلنا على الله. ومعانا دكتوره نشوى الكيلاني اللي شالت ياسمين الكيلاني، عفوا انا اسف، دكتوره ياسمين الكيلاني اللي شالت حاجات كتيره السنه دي، اصابات كتيره جوه الفريق، لازم نرحب بيها. دكتوره ياسمين اهلا بيك. اهلا يا كابتن خالد، منوره، ربنا يخليك. ومعانا برضو كابتن موسى علي، يعني من عايزين نقول ايه، عارف انت لما تحط حد جوه كرة السلة، تاريخ كرة السلة في النادي الأهلي، لازم نقول كابتن موسى علي المدير الإداري لجهاز كرة السلة سيدات بالنادي الأهلي. أهلا بكابتن موسى، منورنا ومشرفنا. الله يخليك كابتن خالد، ألف مليون مبروك. الله يبارك فيك كابتن خالد. هنبدأ مع كابتن إيهاب الألفي. كابتن إيهاب، كسبنا السنة دي، لعبنا 4 بطولات في السيزون، خسرنا بطولة عربية وكسبنا 3 بطولات من الأربعة. وجهة نظري ناس بتقول دول 75% في الموسم، ناس تقول 80%، ناس تقول 50-50. انت رايك ايه بعد الموسم العظيم اللي اتعمل السنه دي، وكان موسم قبل كده السنه فاتت برضو 4 بطولات؟ اتفضل يا كابتن. والله الحمد لله الاول على المكسب ال3 بطولات. الحمد لله ان احنا حتى البطوله العربيه اللي خسرناها احنا لعبنا فاينل. البطوله العربيه كان معانا محترفه واحده، كل الفرق معاها 2 محترفات. كنا غياب حوالي من تقريبا من 95 ما شاركناش في البطولات العربيه. ان قرار ان احنا نشارك ده كان قرار محترم وقرار ايجابي للفرقه، خلاص عرفنا احنا وضعنا فين بالنسبه للبطولات العربيه وبالنسبه للفرق العربيه احنا فين. فاحنا بفضل الله ان احنا نروح اول بطوله بمحترفه واحده، وكنا لسه في بدايه السيزون وكان عندي 2 لاعبات لسه داخلين على الفرقه، فكانش الانسجام لسه مش 100% يعني. فالحمد لله ان احنا نلعب فاينل، ده مش بقول انجاز لكن خطوه او وان ستيب ان شاء الله للبطوله العربيه اللي جايه ان شاء الله. باذن الله تكون من نصيب النادي الاهلي، بس زي ما قلت قبل كده يكون في 2 محترفات على قدر واسم النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله. لكن البطوله العربيه توقيتها يا كابتن ايهاب في اول السيزون، هل تروح لاخر السيزون شويه؟ يعني بيكون لسه لاعبين او لاعبات بمعنى اصح ما انسجموش مع بعض، ولا رايك ايه توقيتها شكله ازاي؟ السنه دي مش هتفرق معانا، السنه دي مش هتفرق معانا ان شاء الله، يعني لان احنا الحمد لله خلاص بقى في انسجام، القوام الفرقه موجود ان شاء الله. مع وجود المحترفات الدنيا هتتغير والوضع هتتغير جدا جدا بالنسبه للبطوله العربيه. عاجبني في كلامك صراحه ان انت مركز وشايف الهدف اللي جاي عندك ايه، اعتقد الهدف اللي جاي عندك هو اساسي البطوله العربيه والبطوله الافريقيه ان شاء الله كمان. شاء الله. لا ده كلام كتير بقى النهارده كابتن ايهاب. ان شاء الله. دكتوره ياسمين، اصابات كتيره السنه دي، يعني ما شاء الله، مش عايز اقول ايه، يعني كم كبير اصابات. التعامل مع المدير الفني دايما، وانا عارف ايهاب الالفي صديقي، يعني اللعيبه دي تلعب، يعني اللعيبه دي تلعب صح، يقول لك كده، يخش لك يقول لك اللعيبه دي تلعب انا محتاجها بكره، بتعملي ايه في الموضوع ده؟ اولا انا اهم حاجه بالنسبه لي صحه اللعيبه، وان هي تبقى نازله في 100% بدون الم او اي وجع ياثر عليها، وان الاصابه ما تتفاخمش. فاحنا بس لو الوقت قليل بالنسبه لنا هي دي بتبقى المشكله، يعني ان انا لازم اجهزها في اسرع وقت، بنكثف الجلسات، العلاج الطبيعي، تاهيل بالميه، بنعمل اي حاجه نقدر نعملها عشان نحسن الريهابيليتيشن بتاع اللعيبه، ونرجعها في اسرع وقت يعني. بس مش بنزلهم غير لما يكونوا 100%. بيكون التفاهم بينك وبين كابتن ايهاب ازاي وهو عايز اللعيبه دي تلعب دلوقتي تنزل الماتش، تعمل ايه؟ بنقعد بقى نتناقش كتير، يعني ان لو الماتش ده مهم فالماتش اللي بعده اهم، فانا ممكن ما انزلهاش دلوقتي عشان احافظ عليها للماتش اللي جاي، لكن لو في امكانيه انها تنزل الماتش ده لا بجهزها وتبقى نازله عادي يعني. هو السيزون خلص صح؟
قفش على حاجه معينه حصلت طول السيزون بقى خلاص احنا هندي بقى كواليس قدامه خلاص عادي انا عارف هو اكيد قفش يعني قفش على لعيبه وكانت اللعيبه دي فعلا ممكن تكون مصابه فانت ربطتي واضطريتي تنزلي لا لا ولا خالص. هو بيفهم الكلام ده خالص. لا لا كابتن اهاب بيقدر جدا ان لا هو كمان دايما بيقول انا مش هنزل واحده وهي فيها الم واحد هو شخصيه اكيد من ورا قلبه بس خلينا نقول طبعا هو بيبقى محتاجها جدا في الماتش وانا محتاجها وازاي مش هتنزل انت بتقولي ايه وكده بس لا في الاول في الاخر يعني او ممكن نجهزها وما تنزلش برده بس تبقى موجوده يعني كابتن موسى اكيد العمل الاداري حاجه شيء مهم بس انا شايف من وجهه نظري نجاح العمل في التناغم بين المنظومه مع بعض بين مدير فني بين مدير اداري من اداريين من دكاتره يعني جهاز كامل بيشتغل طبعًا. عشان يحقق النجاح طبعا ده شيء طبيعي ان لو ما فيش التجانس والتناغم بين افراد الجهاز سواء فني او اداري او طبي هيبقى لازم هيبقى في بعض الاخطاء وبالتالي هيبقى في سلبيه وبالتالي هتنعكس على اداء الفريق كده فلابد ان يعني الواحد كان دوره ان هو في الحاجات دي يبقى زي ايه رمانة الميزان اللي بحاول يوزن التوازن اذا كان ده زعلان ده متضايق اذا كان عنده مشكله بنقدر نحلها له بحيث ان كله يبقى مراضي وبالتالي بينعكس على اداء الفريق في الملعب اكيد فيه صعوبات ومشاكل قابلتك في السيزون مع كابتن ايهاب بتحله ازاي او اصعب حاجه قابلتنا السنه دي في السيزون ده من وجهه نظر كابتن موسى لا هو كابتن ايهاب اول لما يلاقي عنده مشكله مكلمني كابتن موسى عندي كذا كذا لازم نخلص الموضوع ده وطبعا زي ما انت حضرتك قدمت في اول البرنامج ان انا بالنسبه للنادي يعني انا يعتبر تاريخ باسكت فبالتالي طبعا. الناس بتبقى لما باجي اطلبهم منهم حاجه فبيبقوا مقدرين ان يعني تواجدي معاهم وبالتالي بيذللوا الصعوبات اللي هي تقدر تنجز العمل تمام كابتن ايهاب خلينا نتكلم على الجهاز لسه النجمات قاعدين معانا وانت قاعد معانا بطول الساعتين زي ما انا قاعد انت قاعد معايا خلينا نتكلم على جهازك السنه دي انا شفت في وقت انت بتضغط على الجهاز ده ونتكلم بصراحه شديدا ضغط عليهم بس انا عارف الضغط ده عشان يولد روح النادي الاهلي وتطلع منهم حاجات كتيره قول لهم ايه النهارده بصراحه شديده لا ولا انا بشكرهم طبعا وانا قلت قبل كده انا عمري ما هنجح ولا تيجي البطولات دي كلها كابتن خالد غير ما يكون معايا جهاز قوي احنا جهاز ما هوش فرد ما هوش مدير فني بس مستحيل مدير فني ينجح لوحده غير ما يكون معاه مدرب عام يقدر يقود لوحده حتى المدرب يقدر يقود لوحده انا الحمد لله معايا دكتور محمد جاد ومعايا عمرو الاثنين يقدروا يمسكوا الفرقه لوحديهم ما شاء الله معايا كابتن موسى مدير اداري معايا كابتن مشيره فالناحيه الاداريه ناحيه خلصانه بالنسبه لي دكتوره ياسمين اول سنه بالنسبه لها معانا لكن انا بشكرها وبحييها جدا 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 لحقتك السنه دي يا كابتن ايهاب لان هي انت عارف اكون دكتوره وفي نفس الوقت اخت كبيره معاهم هو ده الفرق يعني ايه الدكتوره تفضل لحد الفجر ولحد الساعه 2 3 في اوضه اللعيبه هي اللي بتديها الدواء هي اللي بتديها الدواء عشان لا ده الدواء ده هيقلل الورم ما ينفعش لازم تاخدي الدواء ده مضاد للالتهاب لازم تاخديه لازم الحنه دي تاخديها لازم تحط رجلك في لازم تحط رجلك في التلج وممكن البنت تكسله شويه هي بتفضل واقفه لحد ما تطمن ان فعلا حاطط رجلها 20 دقيقه انا شفت ده بنفسي فكل دي اسباب يعني كل اللي انا بقوله ده اسباب غير بقى البدني يعني معايا كريم في البدني معايا عبد الله في التحليل كل ماتش بيفضل سهران لحد الصبح عشان يقطع الجيم ويجيب الصبح لازم البنات يتفرجوا عليه ولازم نشوفه لازم نعمل فيديو ميتنج عشان نشوف اخطائنا ايه ونشوف ايجابياتنا ايه كل اللي انا بقولك ده كمان انا بحيي بقى يعني قبل ما انسى بحيي علاء العشري عندنا معد بدني معانا في فرقه النشيد النشاط لما كترت الاصابات واحتاجنا له في الاخر كان هو مع كريم كل واحد فيهم ماسك 2 3 والله يا كابتن خالد كنا بنعمل تأهيل مع الدكتورة في الكريدور يعني في الأوتيل في الكريدور الساعة 11 بالليل و10 بالليل الاثنين بيشتغلوا معاهم في الكريدور يعني طيب. ما في يعني عمري ما هننجح غير ما تكون الروح دي موجوده احنا بنشتغل از تيم كلنا احنا فعلا اسره واحده جهاز واحد ما فيش حاجه ممكن يعني كابتن موسى يقوم بدور مش اداري ممكن كابتن جادي يقوم بدور مش طبي يمكن يساعد الروح البدني والحب اللي انتوا فيه ده خلق البطولات اكيد يعني ده بيبقى من اسباب يعني احنا بتشتغل وتجتهد والجهاز كل واحد بيتفانى في عمله وكمان مش بيعمل شغلته بس يعني ممكن زي ما انا بيعمل شغلته ويساعد
كمان حد تاني ويساعد زي ما انا حتى بقول لك جهاز الناشئات علاء جه ما هوش معاه يعني راح ماسك الناشئات وجايب الادوات معاه كلها وشايلها وجاي وقعد في الاوتيل ويروح ويجي يعني يشتغل ويروح ويجي وفي الملعب قبليها بساعه مع البنات نشتغل. الروح دي او التفاهم ده والحب ده على الحرص على المكسب ان احنا بنعمل كل ده وفي الاخر ربنا يوفقنا بنسال ربنا سبحانه وتعالى ان يوفقنا بعد كده ان اللعيبه المصابه تلعب او تلحق ان شاء الله ونتوفق كمان في الماتشات. فدي الروح وده فعلا بحييهم وبشكرهم. كمان بشكر الدكتور محمد الششتاوي لما كمان احتاجناه في اخر المرحله الدكتوره ياسمين كلمته على طول، هم شايفين في مكان واحد كلمته على طول وجاء يعني كل واحد كان عندي 5 اصابات، دكتور محمد الششتاوي ماسك حاجه، دكتور ياسمين ماسكه 2 3، كريم وعلاء وجاد ماسكين حد. فيعني الحمد لله رب العالمين فعلا موسم صعب واصعب من الموسم اللي فات بكتير بكتير. انا كسبت الاربعه الموسم اللي فات بس احنا على مستوى البطولات اقل، خسرنا بطوله الكاس، لكن على مستوى الاداء احنا ادائنا السنه دي افضل. يعني عدد المباريات اللي كسبناها اكتر وخلاص يعني بينو بين سبورتين فيري موناس المنافس 6-2، انا كسبت 6 جيمات هو كسب 2. فده السنه اللي فاتت لا كنا ماشيين يعني هيد تو هيد. السنه دي لا بنوصل رساله بفضل الله احنا ان شاء الله بنغير الموضوع باذن الله ان شاء الله من السنه اللي جايه الموضوع هيتغير. سبورتين تربع 10 سنوات على البطولات الباسكت بول سيدات 10 سنوات ان النادي الاهلي ياخد الدوري تاني سنه على التوالي، وكمان السنه دي النظام متغير يا كابتن خالد، النظام فعلا الاتحاد المصري بحييه على البلاي اوف، نظام المسابقه اتاح فرصه فعلا للفرقه البطل والاجهز هي اللي تاخد هنا تاخد البطوله. هنتكلم على نظام المسابقه لكن هسالك سؤال قبل ما نطلع تقرير مهم جدا ليه كره السله سيدات. بتنام قد ايه؟ كام ساعه؟ الصبح بتشتغل وتتمرن وتتعب مع الناس وتتكلم مع الدكتوره وتتكلم مع كابتن موسى وفي الاخر تقوم جايب كابتن عبد الله قاعد جنبك حلل يا ابني توكلنا على الله عشان تطلع تاني يوم. بتنام كام ساعه؟ يعني بصراحه من بعد الفجر كده لحد الساعه 10 11 هي دي الفتره اللي ممكن ننام فيها. وان كان عشان وان كان اكون صادق يعني وقت المعسكرات والمباريات او انا نايم بحط التكتيك. خلينا الحمد لله ان كابتن ايهاب نام وطلع التكتيك وكسبنا. خلينا نخرج التقرير عن كرة السلة سيدات وحصاد الموسم السنة دي نشوفه وترجعوا لنا مرة تانية. نجح الفريق الأول لسيدات كرة السلة بالنادي الأهلي بقيادة مدير الفني إيهاب الألفي في حصد 3 بطولات خلال الموسم المحلي الحالي، فسيدات الشياطين الحمر استطعن الفوز ببطولة دوري المرتبط مطلع الموسم قبل أن يفزنا ببطولة منطقة القاهرة، وكان ختام الموسم مع الفوز الصعب بدوري السوبر على حساب فريق سبورتينج العنيد. الفريق خاض خلال الموسم الحالي 5 مسابقات وهو ما يعد رقما ضخما، حيث خسر الفريق لقب البطولة العربية أمام أحد أكبر الفرق العربية وهو فريق هومنتمن اللبناني، وهو فريق مدجج بالنجوم إضافة إلى امتلاكه لاعبات محترفات على مستوى عال للغاية، فيما خسر الفريق لقب كاس مصر لصالح منافسه الأول محليا نادي سبورتينج السكندري. الفريق خاض موسما شاقا وتعرضت لاعبات الفريق للإرهاق وضغط المباريات وبعض الإصابات، لكن روح الفانلة الحمراء والقتال على الفوز كان هو عنوان الفريق خلال موسمه الطويل. فنجد أن الفريق اعتلى صدارة الترتيب العام في الدور التمهيدي الذي يقيم بهدف تحديد المراكز، ثم عقبها مواجهة أمام فريق الشمس ونجح الأهلي في تخطيه بسهولة قبل أن يواجه منافسا صعب وهو فريق هليوبوليس، لكن بنات القلعة الحمراء تغلبن عليهن بلقاءين للا شيء ليختتمن الدوري أمام المنافس الأصعب وهو فريق سبورتينج الذي يمتلك لاعبات مخضرمات ولاعبات لديهن الخبرة الدولية. سيدات سبورتينج فزنا بالمواجهة الأولى بنتيجة 75-69 واقتربنا من الفوز بدور السوبر، لكن سيدات الشياطين الحمر كان لهن رأي مختلف، استطعن الفوز على سبورتينج في عقر دارهن بالأسكندرية بنتيجة كبيرة وهي 76-55 ليلتقي الفريقان في مواجهة فاصلة على صالة نادي الشرقية للدخان.
هذه المباراة كان لها ظروف خاصة، فسيدات الأهلي دخلن اللقاء متأخرات، وتقدمت سيدات سبورتينغ في النتيجة قبل أن تظهر روح الفريق والقتال على الفوز، ليستطعن سيدات الأهلي إنهاء اللقاء لمصلحتهن بنتيجة 82-78 نقطة. الأهلي يمتلك فريقا كبيرا قادر على حصد البطولات أعواما وأعوام، يستطيع الهيمنة على البطولات المحلية في ظل اعتمادها بالألفية المدير الفني على المزج بين عاملي الخبرة والشباب، إضافة إلى استقطاب العناصر المميزة التي تساعد الفريق على الفوز والاستمرار في بث روح الانتصار والتهام البطولات الواحدة تلو الأخرى. أكيد زي ما شفنا في التقرير ما شاء الله عليهم إنجازات جميلة بتحقق الموسم الثاني على التوالي، ولسه كابتن إيهاب من داخليا بنعرف هو لعيب نادي الأهلي وهو مدير فني، لسه الطموح عنده كتير في اللي جاي. قال لسه بطولة عربية، بقول له بطولة عربية أي لا بطولة أفريقية، لسه كلام كتير. بس خلينا نتكلم على دكتور ياسمين. دكتور ياسمين، الإصابات بتتوالى، تخش الأوضة تقول لك مش قادرة، مش لا مش لا 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 بلاش، مش هاخد مثلا الحبوب دي، مش عايز أعمل كذا. أنا لعيب وكنت بعمل ده مع الدكاترة بتوعي، بطلع عينيهم يعني بقى. مين بيطلع عينيك في الفرقة دي؟ هو مفيش واحدة معينة بعينها، بس هو ممكن اتنين تلاتة كده يتدلعوا، لا مش عايزة حقن، لا مش هاخد الدواء، طب أنا خدت الدواء، لا خدي قدامي، دلع شوية يعني، ممكن لا مش هعمل الجلسة دلوقتي، لا طب هنعملها. فبسايسهم يعني شوية. ما جبتيش كابتن إيهاب الألف وقلت له اتصرف مش عايز تاخد الحقنة؟ حصل كنت بوسه ولا ايه؟ حصل ده قول انت يا كابتن ياسمين، مين في لعبات عندك فعلا لازم تزعق وكده؟ لا مش موضوع ازعق يعني، لعب هم بيبقى عندهم شويه البنات طبيعه خاصه شويه غير الولاد، لكن في النهايه زي ما الدكتوره بتقول كلهم بيستجيبوا كلهم بياخدوا، بس هو يعني لازم ايه، طب معلش دي هتفيد، دي يعني هتريحنا، الورم مش هيزيد، الدواء لازم عشان ما كناش عامل الدواء، لو انت خايف لا لازم ناخد الدواء شويه بشويه شويه بشويه خلاص يعدي الموضوع. يستجيب ومش يستجيب وخلاص، خلاص يخش في الجنب الثاني. نقنعهم يعني ان الدواء يعني الحقنه اسرع من الدواء، احنا محتاجين بس قبل الماتش الحقنه، الحاجات دي يعني بالاقناع بيجوا يعني بيجوا معاك. في ناس ما بتبقاش عايزه تاخد حقنه عشان يحسوا بالوجع مثلا، انا عايزه ابقى حاسه بالوجع وانا بلعب، او مفيش مشكله يعني تلعب وهي موجوعه يعني انها ما تاخدش حقنه. ده بالنسبه لبعض. طب انت دكتوره صح؟ انا بكره الحقن في حياتي، خلي بالك اكتر منهم بقى كمان. يعني الموضوع صعب جدا. كابتن موسى السنه دي في الناحيه الاداريه اكيد ليها تنظيمه معينه، السنه دي كابتن ايهاب بيقعد عشان ملاعب او توقيتات بطولات، طب احنا عايزين نحجز في اسكندريه، الموضوع ده بياخد منك هيدك شكله ازاي؟ بس هو يمكن السنه دي عشان حضرتك عارف ان هي كان في بطوله افريقيا الكره الطائره في النادي، فدي احنا كنا ساعتها بقى بندور على ملاعب ونحجز مثلا صاله 6 اكتوبر، صاله شرقيه للدخان. لما جيم نقلوا الماتشات في الدور قبل النهائي في الاستاد، فحجزنا الاستاد، وده طبعا مع الاخت المشيره، فبننسق العمليه دي بحيث ان ايه ما يبقاش في دروب في عدم التمرين للظروف اللي احنا بنمر بيها. بالنسبه في الملعب احنا في الصاله في النادي عندنا عادي، الصاله موجوده، فبقى الوقت متاح وان الملعب متاح، وبالتالي بيبقى فيه اولويه للدرجه الاولى انهم عندهم ملاعبهم وحاجتهم مجهده سواء الجيم او الملعب، فبقاش فيه مشكله في الحته دي. كابتن موسى من وجهه نظره الكبيره وخبرته الكبيره في مجال كره السله، ايه اصعب مباراه السنه دي عدت على النادي الاهلي في كره السله سيدات؟ صح، هو فاينل النهائي بتاع الدوري. الدوري طلعوا علينا 14 بونت وبدايه الكوارتر الثالث كانت صعبه. حسيت ان احنا ممكن نخسر؟ لا الحمد لله، يعني عندك عندي ثقه عندي ثقه في الكابتن ايهاب وعندي ثقه في اللعيبه، ودي ساعات يعني دي دايما بتظهر معدن اللعيبه اللي في النادي الاهلي، ان هو لما بيحسوا فبالتالي ربنا وفقهم وعوضوا وطلعوا وكسبوا البطوله الحمد لله. الحمد لله، دي قدامنا صور تتويج فريق كره السله سيدات النادي الاهلي 16 سنه دوري المرتبط في دوري المرتبط، وهيخش لسه الدرجه الاولى خلاص داخلين اكيد اهو، مش دول الدرجه الاولى كابتن ايهاب صح كده؟ عارف انا كنت بسال اولين صغيرين بقى احمد كابتن ايهاب 14 بونت من كابتن موسى بيقول، ومباراه صعبه جدا، قلبت الدفه وعملت الكامباك ازاي، والنفسيه اللعيبه ممكن تكون اتهزت لو للحظه جوه ارض الملعب؟ بس عشان اكون صريح يعني
فرقه النادي الاهلي او فرقتي طول ما هي تحت ضغط او حاسه بمسؤوليه او حاسه باهميه الجيم انا مش بقلق منهم خالص، وعندي ثقه في ربنا سبحانه وتعالى وثقه فيهم كبيره جدا ان هم يقدروا يقلبوا الجيم او يغيروا الجيم او يعملوا الكومباك او من اول الجيم لو الجيم مهم يخلصوه. الموضوع ده حصل مرتين. حصل اولا الماتش اللي كان عمل احسن ماتش في السيزون عملوه معايا، هو ماتش الماتش الثاني في البلاي اوف في اسكندريه في صاله الاتحاد. خسرنا الاولاني في اكتوبر من سبورتنج، خسرنا في اكتوبر. سافرنا اسكندريه قدامنا اقل من 48 ساعه ونلعب الماتش الثاني. الماتش الثاني القدر خسرناه، خلاص سبورتنج يتوج بالبطوله. نزلنا من اول ثانيه بفضل الله واحنا ليد على سبورتنج من اول دقيقه، ليد على سبورتنج لحد ما الفرق وصل حوالي 27 بونت او 28 بونت في وقت من الاوقات في الجيم، فخلصنا الجيم 21 بونت. هم حاسين بالمسؤوليه، حاسين الجيم مهم ممكن نروح الدوري. نفس الكلام اللي حصل في الكوارتر الثالث بالظبط، احنا مخلصين الهاف تايم 3 بونت وجينا في بدايه الكوارتر الثالث عملوا علينا 11-0 ران، يعني جابوا فينا 11 بونت واحنا ما جبناش حاجه، مع الثلاثه بونت بقى 14 بونت في بدايه الكوارتر على طول. تايم اوت ولا كملنا؟ ماشي، طلبنا تايم اوت قبل ما نوصل. لازم اعرف بقى كواليس، لازم اعرف صراحه قلت لهم ايه عشان تردهم تاني في الملعب. ما ينفعش، احنا متفقين، احنا في الهاف تايم احنا متفقين ان احنا لازم نعمل ستارت قوي وبادئين كويس، والحمد لله خرجنا من الفاول ترابل. كان عندنا فاول ترابل كتير، نوره كانت عامله فاولات، ماريا كانت عامله فاولات، بالاضافه ان انا كانت هاله لسه مره مصابه ما لعبتش، وساره ما لعبتش، رنا علاء لعبت حوالي يعني 20 ثانيه او 30 ثانيه. ف يعني خرجنا من الموضوع، خلصنا اول الكوارتين طب خلاص احنا كده بنبتدي جيم جديد، ما عندناش مشكله، خرجنا من الفاول ترابل. ان شاء الله الاصابات هنحاول شويه بشويه، خلاص ما فيش قلق، فهنلعب دلوقتي. فلازم نبدا ستارت قوي كده، ولازم نضغط عليهم، لازم نضغط عليهم من اول الملعب، وهي دي الميزه بتاعتنا. احنا بنعرف نضغط كويس، ضغطنا بفضل الله في عليهم، اخذنا 3 4 كور، رجعنا الجيم من 14 بدا يقرب معاك 9 بونت 7 بونت. هاله جاهزه قالت لي اوكي، نزلت في نص الهاف تايم، مشينا الجيم 5 بونت 7 بونت 3 بونت لحد الحمد لله خلصنا الهاف تايم. الكوردر الثالث رجعنا الجيم بقى فرق باسكت ليهم، يعني احنا كده عوضنا الحمد لله 12 بونت. بدانا الرابع ضغطنا برضو في الاول بصراحه، وانت وصلت باسكت في اخر الكوارتر الثالث حسيت ان انت رايح للبطوله خلاص، دي حاجه نفسيه انا خلاص، ده بطوله الدوري خلاص. وانس ان هلا ما نزلت في الكوارتر الثالث ما حسيتش بالالم، هي قلقانه ان لسه رجليها، اول ما نزل خلاص ما حسيتش بالالم. حتى لو هتشوف صور التتويج وهتشوف هي بتلعب هتحس ان هي الالم خلاص راح. دينا عمرو نفس الكلام، دينا كانت في الاول واخده مضاد يعني حاجات مضاد حيوي عاليه جدا، فمهم ايديها شويه ما شاء الله ابتدت شويه شويه، جت في الاخر خلاص الجيم بيخلص خلاص همسك منها، يعني مسكتها كويس جدا فايت معاها لاخر ثانيه، خلاص وقفنا مفاتيح اللعب عندهم شويه، جرينا عليهم في الفاست بريك، وقفنا على الفاول شوتنج كتير الحمد لله، توفقنا باستثناء الاربعه فاول شوتنج اللي خدناهم في اخر 15 ثانيه جليناهم. يعني كانت الحمد لله، انا بحيي البنات على روحهم وعلى ادائهم وعلى يعني صراحه يعني، وفعلا انا دايما اقول لهم هم رجاله بجد والله مش شعارات، لان هم فعلا ان 14 بونت وفاينل وعندك كميه 5 اصابات كتير قوي على فاينل وكتير قوي على بنات، عارف الواحده ممكن تفرق الثانيه، لكن الخمسه البنت هتفرق بصراحه، طبعا هتفرق طبعا في البنات بصراحه. فان كميه الاصابات دي وكمان بلس تعب دينا في بالليل يومها، يعني حاجه مفاجاه، مش سبرين مش حاجه احنا محضرين، لا ده ايه فجاه بالليل تبني على حاجه بتضرب الحق درجه حراره عاليه ومش قادره فمشكله. لكن نزلوا بصراحه روح غير طبيعيه، ان يرجعوا بعد 14 بونت ده جيم كبير كبير جدا، والحمد لله توجنا بالبطوله، ان هم مش هينسوه يعني، هم مش هينسوه. الجيم الوحيد اللي خسرناه ماشيين بفضل الله كويس جدا، كسبانين سبورتنج
اربع مرات ورا بعض. جينا نلعب الكاس ونزلنا مركزين جدا اول كوارترين، عملنا جيم رائع رائع اول كوارترين، خلصنا 14 بونت. ابتدينا الثالث جبنا 4 بونت فوصلنا 17 بونت في اول دقيقه في الكوارتر الثالث. رحنا للاعبين المصريين خلاص ريحوا من لعبنا بريتم مختلف. الدنيا كسلوا شويه بصراحه، فقدوا التركيز. ودايما اقول الجمله دي، هم لا خلاص فقدوا التركيز شويه، مش عايز اقول فكروا في المكسب والاحتفال بدري يعني. احتفلوا جوه ارض الملعب شويه، في عدم تركيز وكسل شويه. فالماتش مشي لحد الرابع باقي دقيقه ودرو، جابوا فينا كره على البورد، توفقوا في الكره دخلت في البورد ونزلت بفرق 3 بونت. احنا نفول شوتنج نجيب واحده، هم يجيبوا الاثنين، خلص 4 بونت في النهايه بشكل يعني مؤلم مؤلم ومؤثر. في النهايه راحت مننا بطوله، احنا خسرنا جيم واحد، راحت مننا بطوله. بس عاجبني صراحتك والله يا عاجبني صراحتك دكتوره. وهو بيبص على الدكه وهو خسران شاف كابتن هلا مصطفى، قلت لها ايه وهي نازله في الم؟ قلت لها ايه كدكتوره كواحده من الفرقه خلاص لازم تقول لها كلمتين؟ واكيد هي نازله قلت لها اول حاجه انا ببص عليهم يعني هل انت جاهزه تمام الدنيا ايه في الم. بصراحه انا بحييهم كلهم جدا ان هما بيقولوا قالت لك في الم ولعبت؟ قالت لي شويه بس لا انا جاهزه يا دكتور تمام هنزل. هي هلا ما بتحبش تاخد حقن او بنج او حاجه عشان تبقى حاسه بالالم، فممكن تكون حاسه بالم بسيط، بس هي جاهزه ونازله. وانا بحييهم كلهم ان هما ممكن يبقوا تعبانين جدا ولا بيلعبوا وبينزلوا، وممكن يقولوا ان هما مش تعبانين عشان بس ينزلوا، لا يا دكتور احنا تمام مش تعبانين او مفيش اي حاجه. وانا ببقى عارفه ان هما تعبانين بس عشان هما عايزين يلعبوا. دينا عمرو كانت حرارتها عاليه جدا قبلها بيوم، خدنا حقن وحاجات تقلل الحراره، ولا نزلت لعبت، لا يا دكتور انا كويسه مفيش حاجه بس. كابتن موسى يعني حضرتك كأب ليهم اكيد كل دول بناتك، اكيد انا واحنا لعيبه بنجري من المدير الفني فبنروح لحد تاني، اكيد هم بيقولوا لك ومشاكلهم وحاجتهم وبتاع، بتعمل ايه في المواقف دي معاهم؟ لا بص، هو يمكن بس في نظام يعني انا متبعه ان هو يعني بتدخل في الحاله اللي هي ايه لازم ان انا اتدخل فيها. لما هو الكابتن ايهاب وكابتن جاد دايما هم ملحقينهم ما بقاش في مشاكل، لما حد بقى بيطلع بره متضايق بابا اكلمه كلمتين بحكم الخبره، بحكم زي ما انت بتقول ان انا والدهم وكده، فهم بيبقوا مستجيبين وبيسمعوا كلامي. صح مستجيبين؟ طبعا ما عنده مش 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 بيشطوا منك ساعات كده يعني عادي بحكم ان هم بنات فدايما ايه ما بيحبوش ان هو التوجيه الزياد، فلا يعني حد بيشد كده عادي وده شيء طبيعي يعني الواحد واخد عليه. كابتن موسى دكتوره ياسمين الف مليون مبروك، الله يبارك لكم ودايما في بطولات ودايما مستنيين البطولات منكم ان شاء الله. هنخرج لفاصل وهنكمل معانا كابتن ايهاب الالفي قاعد معايا الساعتين، هنخلص معاه وعشان نفرح معاهم بكل البطولات اللي كسبوها السنه دي. هنخرج لفاصل ونستقبل نجمات فريق كره السله سيدات بالنادي الاهلي.